كمغاربة، من المحتمل جدا أن يكون الواحد منا قد سمع يوما أغنية حبيبي ديالي فين هو، ومن المحتمل أيضا أن نكون قد سمعناها بأصوات مختلفة، فأيقنا أن هذه الأغنية من روائع التراث المغربي. وأخيرا، من المحتمل أن نكون قد تساءلنا ترى من يكون صاحب هذه الأغنية. حسنا، أول من قدم هذه الأغنية امرأة اسمها زهرة الفاسية، بل وهي أول امرأة سجلت أسطوانة موسيقى في المغرب. فمن تكون هذه المرأة؟ اسمها زهرة الفاسية، أو هكذا عرفت، فمزوم أن هذا ليس اسمها الحقيقي، كما دأب الكثيرون من أهل الفن قديما على تقديم أنفسهم إلى الجمهور بأسماء مختلفة. زهرة الفاسية رأت النور في مطلع القرن العشرين، بعضهم يقول إن ذلك عام 1900 بمدينة فاس، وبعضهم والآخر يرده إلى عام 1905 بمدينة صفرو. الأكيد أنها نشأت بفاس في وسط يهودي، ذلك أنها يهودية. هذا الوسط الذي كان عاشقا للفن يزخر بموسيقى كالطرب الأندلسي والغرناطي والملحون، إلى ذلك من الأنماط الموسيقية التي كانت سائدة وقت ذاك. هكذا ومنذ وقت مبكر من عمرها ستتسرب الموسيقى إلى قلب زهرة الفاسية. الحقيقة أن التاريخ لم يسجل الكثير عن نشأتها وبداياتها في الغناء، لكن زهرة الفاسية اليوم تعرف بكونها أول امرأة سجلت أسطوانات موسيقى في المغرب. لا نعرف أيضا كيف انتقلت زهرة الفاسية في الغناء من الهواية إلى الاحتراف، لكن خلال ثلاثينيات القرن الماضي كانت قد دخلت تجربة زواج ثانية بعد تجربة أولى أنجبت منها ابنين. هذه المرة ارتبطت بتاجر يهودي يدعى طابيرو، وكان يعمل في نقل الأسماك بالرباط. عموما، يشير كتاب الإذاعي أبو بكر بن نور ضروب الغناء وعمالقة الفن إلى أن اكتشاف زهرة الفاسية كمغنية يعود إلى فنان اسمه إبراهيم بهشة حين انتقلت إلى الرباط واستقرت بها في ثلاثينيات القرن الماضي. ومنذ ذلك الوقت بدأت شهرة زهرة الفاسية طوال عقدين من الزمن. قدمت مجموعة من القطع الموسيقية التي كانت معروفة حين ذاك كالعيطة البيضاوية وعيطة مولى إبراهيم وبعض قصائد الملحون. التسجيلات التي قدمتها زهرة خلال هذه الفترة إذن عبارة عن قطع تراثية مغربية غنتها بأسلوبها الخاص. والواقع أن زهرة الفاسية مكثت بالرباط إلى غاية الأربعينات، ثم انتقلت إلى مدينة الدار البيضاء حيث استقرت بدرب بطويل بالمدينة القديمة، وهناك تعرفت على أشهر مغنيي تلك الفترة مثل السلامي وسليم زهرة وبحبوط. مع ذلك لا يعرف أي الملحنين وكتاب الكلمات الذين تعاملت معهم زهرة الفاسية. الأكيد فقط أنها خلال هذه الفترة قدمت روائعها الغنائية التي شجلت كأهم ما قدمته للموسيقى اليهودية المغربية لتراث هذا البلاد. من بينها يمكن أن نستمع إلى زاد عليا الغرام، يا وردة، شعلت النار، سعدي، قريت البارح، الغربة، ثم أشهرهن جميعا حبيبي ديالي فين هو. كانت زهرة الفاسية حينها شهيرة في الأوساط البرجوازية، إذ كانت تستضيفها عائلات من الطبقة الغنية للغناء في مناسباتها، وهو ما يحد اليوم بكثير من المغنيين إلى تقديم قطع الغنائية في المناسبات الخاصة التي تتسم بالفرح. ظل الأمر على هذا النحو إلى غاية 1964. قبل ذلك انتقلت زهرة الفاسية لتقطن في درب الإنجليز، ثم لاحقا في ساحة فيردان قبل أن تقرر الهجرة إلى فرنسا حيث استقرت دون العودة إلى المغرب. لكنها على غرار الكثيرين من اليهود المغاربة
هاجرت إلى إسرائيل عام 1964، ثم عاشت هناك في عسقلان إلى أن توفيت في 16 من يوليوز 1995. يذكر البعض أن زهرة الفاسية ظلت دوما متشبتة بهويتها المغربية، ذلك أن بيتها هناك كان مؤتتا على الطريقة المغربية، تكلله صورة للملك الراحل محمد الخامس، بجانب كونها كانت ترتدي القفطان المغربية دائما. وبالمناسبة، كانت وزارة الثقافة في المغرب قد أصدرت في وقت سابق أسطوانة خاصة بزهرة الفاسية ضمن أنطولوجيا الموسيقى المغربية في جزء خاص بالمغنين المغاربة اليهود، وقد تضمنت 8 أغاني لها. هكذا إذن دونت زهرة الفاسية اسمها بمداد الله يمحى في قائمة أوائل المغنين المغاربة الذين قدموا قطعا موسيقية تعد اليوم تراثا للمغاربة جميعا، حيثما احتفلوا أخذوا في ترديدها. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.